كوميشنر، السلام عليكم. في المحاضرات الماضية اللي غطينا فيها الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، كانت الأمثلة اللي كنا نطرحها بتركز على يعني شرح المفاهيم الأساسية في الأوبجكت أورينتد، يعني إيش الكلاس، إيش الأوبجكت، إيش الميثود، إيش يعني ستاتيك، إيش يعني كونستراكتور، تمام؟ يعني أخذنا فكرة عن كل المواضيع هذه، لكن لسه في مشكلة صغيرة. إيش هي؟ انه فعليا في البرامج الواقعيه ممكن يكون الموضوع اعقد شويه من الامثله اللي احنا بنجرب فيها، تمام؟ وطبعا كل الكتب بتركز انها بتعلمك المفاهيم الاساسيه، لكن بتصلش معك في ليفل انه ايش بتصير لو في البرنامج انت بتستخدم اكثر من كلاس وكيف بدك تربطهم مع بعض. هذا الموضوع بتركوه لمين؟ للطالب يتعلمه لحاله اثناء ايش ممارسته للبرمجة. لكن لما الطلبة ما يمارسوش البرمجة، فإحنا نضطر إنه إحنا يعني نفرجيهم شوية كيف الموضوع هذا بيتم، تمام؟ وبرضو لو أنت ما جربتوش على الفاضي، هتقعد هنا مبسوط وتحضر وكذا، وبعدين تروح على البيت تحضر الكلاسيك وتنسى كل تنسى كل الموضوع. طيب، فإحنا يا جماعة لقيت بدنا نأخذ مثال بسيط نشوف كيف إحنا نجمع مفاهيم من اللي إحنا أخذناها مع بعض. هتستفيد منه بعض النقاط الإضافية، هتتعلم منه فعليا كيف تستفيد من اللي أخذناه في تطبيق عملي. الآن المثال اللي بدنا نشرحه مثال بسيط، نرجع لموضوع الطلاب والكورسز والمدرسين. الآن ليش أنا بدي أتطرق للموضوع هذا؟ لأن الموضوع هذا فيه ترابط كتير بين أجزاء النظام. يعني مثلا الطالب إحنا بنمثله قلنا في كلاس، صح ولا لا؟ لأنه له بيانات كتير. والكورس برضو إحنا بنمثلها في كلاس، والعضو هيئة التدريس بنمثله في كلاس. الآن إحنا لحتى الآن كنا نتعامل مع كل كلاس إنها منفصلة، لكن فعليا في ترابط بينهم. ليش؟ لأنه الطالب بده ياخد إيش؟ مساقات، تمام؟ وبده يكون مثلا عنده لكل مساق علامة، صح ولا لا؟ وفي مثلا كل مدرس له، كل كورس له مدرس معين بده يدرسه. موضوع الربط ما بينهم وكيف يعني، طب ماشي احنا بنتكلم عن ستودنت لحال وكلاس لحال، طب كيف نربط بينهم مع بعض؟ تمام، هذا الموضوع احنا نتطرق له في المثال او المحاضره اللي هشرحها اليوم. طيب بدنا نيجي يا جماعه نعمل ايش؟ بروجكت جديد، تمام؟ احنا قلنا من اول الفصل احنا شغالين على نفس البروجكت. بدي اسميه مثلا ماي سكند طيب هاي البروجكت جديد. حاليا البروجكت جديد في كلاس اسمها ماي سكند بروجكت، اللي فعليا حط لي فيها ايش؟ المين ميثود. نبدا اول حاجه لما قبل ما نعمل تطبيق نفكر ايش الانتيتيز، الاشياء اللي هتكون موجوده في التطبيق عندي. لو بدنا نعمل برنامج قبول وتسجيل للطلاب وتسجيل ومواد وكذا، يعني بده يكون عندي الطالب، بده يكون عندي الماده، وبده يكون عندي عضو هيئه تدريس، صح ولا لا؟ فمبدئيا بدنا نعمل كم كلاس؟ ثلاثة. فطبعا شوف كيف بدنا نرتب الشغل. هلقيت هو متوقع في البرامج تاعتي يكون في كلاسز كثير، فحاول دائما ترتب الكلاسز تبعتك في مجلدات. زي انت مثلا الملفات تاعتك على الجهاز او على الجوال بترتبها، تحط الصور في مجلد، اللي مش عارف ايش في مجلد، الملفات الوورد في مجلد، الواجبات بتمحيهم. المهم فهذا نفس الحاجه. فبدنا الان هو عامل لك ايش؟ مجلد اسمه سورس باكجز، تمام؟ بدي اعمل فيه انا مجلد جديد. طبعا في البرمجه بنسموش مجلد، بنسميه باكج، تمام؟ فبدنا نعمل باكج جديد، هي مثلا جافا باكج، نسميها مثلا انتيتيز، تمام؟ هذا ملف بنحط جواه كلاسات، مش ملف، هذا زي مجلد بنحط جواه كلاسات. دائما احنا بنحب في البرنامج تبعنا نعمل مجلدات عشان نرتب فيها الكلاس تاعتنا، تمام؟ يعني كلاسز مش اسم، تمام؟ مثلا ممكن نسميه سيستم يونت مثلا، تمام؟ وحدات النظام، تمام؟ طبعا في اسم الباكج برضو في يعني ادبيات لتسميه الباكج. يكون كل سمول لتر، تمام؟ لا ما فيش فيه كابيتال، كل سمول وكلمه واحده، تمام؟
اذا بدك تحط كلمه تحط اندرسكور مثلا شيء زي هيك، ما فيش سبيس يعني. تمام، هذا ضروري انه ما فيش سبيس، لانه هذا المسار هو بيستخدمه لما يعمل امبورت. شفت انت لما كنت سكانر مثلا لما يستخدمه، كنا نعمل امبورت يعني، هو راح جابه من وين؟ من باكج ثاني. فاسم الباكج حاول يكون له دلاله برضه يعني. فمثلا خلينا نسميه يونت. تمام، الوحدات الاساسيه في السيستم تبعي. طبعا هاي شايفين هاي عمله الباكج، بس مش عارف اذا واضحه ولا، بس لونها رمادي. ليش رمادي؟ لانها لسه فاضي. ممكن طبعا تعمل باكج جوا باكج، يعني زي مجلدات فرعيه، وبترتب. الان مثلا هذا جوا اليونت، هذا بدنا نعمل كلاس. بدنا نسرع شوي عشان يمكن اليوم اخر محاضره. نعمل كلاس اسمها ستودنت، تمام، ونعمل كلاس ثانيه اسمها كورس، تمام، وهي كلاس ثالثة اسمها lecturer، المحاضر. تمام، هاي ايش؟ هاي ثلاثة كلاسز موجودين في اليونت. الان نيجي لواحدة واحدة فيهم. نيجي للستودنت. بدك الان عملت كلاس ستودنت، تحط الاتريبيوتس الاساسية تاعت الستودنت، صح؟ برايفت مثلا خلينا نقول فيرست نيم، لاست نيم، واي دي، بكفي. طيب، هاي مثلا كوليدج ديبارتمنت، تمام، كل هدول سترينجز. طيب، وهذا الستودنت بدنا نعملهم ايش؟ هلقيت سيترز وجيترز. فبدنا نروح على لي فاكتور، بنقول له ايش؟ اكتبها معايا بالله. انكابسوليت فيلدز. احنا قاعدين بنعيد بسرعه اللي كنا ناخذه، صح ولا لا؟ هي عملنا الكلاس وعملنا لهم سيترز وجيترز، تمام. والان نيجي للكلاس ستودنت، برضه مش حابين انه حابين انه يكون في كونستراكتور على اساس اللي بده ينشئ طالب، على الاقل يعطي له فيرست نيم ولاست نيم واي دي، تمام. بدنا نقول له بابليك ستودنت سترينج فيرست نيم، ماشي تمام، فيرست نيم لاست نيم اي دي، ثلاث حاجات هذول. بتقول ذس دوت طيب، هذا هيك خلصنا ايش؟ الكلاس ستودنت. عشان بس نفهم واحده واحده، الان انا فعليا تنفيذ البرنامج وين هيبدا؟ من الميل، تمام. لحتى الان انا عملت كلاس ستودنت لكن ما استخدمتهاش. استخدامها كيف متوقع نعمله؟ انه في الميل بدنا ننشئ اوبجكت ستودنت، او مثلا بده يقرا بيانات الطالب من داتابيز وينشئ اوبجكتس اول ما البرنامج يشتغل، على اساس اول ما يشتغل يجيب لك مثلا قائمه بالطلبه الموجوده اللي عنده. المهم انه البرنامج في المين عندي اول ما بده يشتغل، بده خلينا الان نقول انه بده يستخدم الكلاس ستودنت، بده ينشئ اوبجكت من ستودنتس. طالب بده يسجل جديد، بده يعمل اوبجكت. فالان مثلا بده يعمل ستودنت اس 1 يساوي نيو ستودنت. لحظه، لسه قبل ما احط له، لقيت هو ما تعرفش على ستودنت، تمام. ليش؟ درباج زمان في المحاضرات الماضيه كنت اعمل الكلاس واعملها في المين، كان يشوفها. ليش؟ لانه كانوا الاثنين في نفس الباكج. لما يكون الكلاسين بنفس الباكج بيشوفوا بعض، تمام. لكن لقيت هذه الستودنت انا فصلتها في مجلد لحاله. هو الان هذا مش الكمبيوتر بفهمش، بدك تقول له هذا وين موجوده. اللي هي عن طريق ايش؟ الامبورت. شفت السكانر كيف كلش كنا نعملها امبورت، والستودنت ما كناش نعملها في المحاضرات الماضيه لانه كانت السكانر في باكج ثانيه، تمام، والستودنت في نفس الباكج، فما كناش نحتاج نعمل امبورت. فلقيت زي ما كنا نعمل في السكانر. هو طبعا بصير يدور لحاله عشان يريحك وين في باكج فيها ستودنت. هي لقاها، قال لي اد امبورت، تمام. هاي الامبورت شايفين كيف؟ هاي هنا امبورت يونتس دوت ستودنت. يعني ها يعني الان ايش الامبورت؟ استورد، جيب كل حاجه موجوده، وين جيب
من يونتس، هذا اسم الباكج. الكلاس اللي اسمها ايش؟ ستودنت. في مرات بيعملوا ايش؟ يونتس دوت نجمه. ايش هي؟ يعني جيب كل الكلاسز الموجوده في اليونتس عشان نريح راسنا، بدل ما نعمل امبورت لستودنت وكلاس وكورس وتيتشر. تمام. هو يعني هو بالنسبه لي مش اسهل، لانه الكمبيوتر لحاله بيعملها، صح ولا لا؟ طيب لسه في عندي غلط. ليش؟ لانه فيش عندي نو ارجيومنت كونستراكتور. تمام. فمثلا الستودنت هنا نحط له احمد علي. تمام. هذا اوبجكت من طالب، وهي ايش؟ هي مثلا اوبجكت من طالب ثاني، ايش نسميه؟ علي احمد. طيب نرجع للكلاس ستودنت. الان هذا فيش فيه نو ارجيومنت كونستراكتور، صح؟ ممكن نعمل نو ارجيومنت كونستراكتور، صح ولا لا؟ على اساس تسمح انه، وبعدين ممكن يعني دير بالكم نو ارجيومنت كونستراكتور مش شرط يكون الكود تبعه فاضي، يعني ممكن اقول له انه حط فيرست نيم، حط فيها مثلا unknown. يعني لو ادخلش حاجه بحط في ايش في الفيرست نيم، والله بدل ما هم يكونوا نل يحط فيهم قيمه افتراضيه، هي ايش؟ unknown. يعني هذا صح. يعني انا لما اول ما اقول له نيو ستودنت قوسين فاضيين، هينفذ الكونستراكتور هذا ويحط فيهم كلام ايش؟ unknown. يعني بحط قيم مبدئيه فيه، مش شرط يعني دائما انه نو ارجيومنت معناها فاضي، لا هو نو ارجيومنت بس بيعمل ايش؟ قيم مبدئيه بحطها. تمام. طيب هل قلت نيجي على الكورسز؟ طب كورسز بيانات، ايش بيانات الكورس الاساسيه؟ string نيم. تمام. وفي عندنا اي دي للكورس، وفي عندنا عدد الساعات، صح؟ انت نمبر اوف اورز. لا لسه المدرس خليه من بياناته، احنا بنحكي بيانات الكورس الاساسيه هيك بمعزل عن اي حاجه ثانيه. تمام. ممكن نحط مثلا string تابع لاي ديبارتمنت. تمام. طيب وهذه برضو ايش بدنا نعملها؟ سيترز. طيب ونعمل constructor واحد public course، نعطي على الاقل النيم وسترينج اي دي. This dot name. طيب خلينا هي عملنا الستودنت وعملنا الكورس. هلقيت فعليا انت لما تيجي في البرنامج تبعك بدك تعمل اوبجكت لطالب، وبدك تسجل للطالب ايش؟ مواد، صح ولا لا؟ يعني احنا مش هيك، احنا مش عاملين الطالب نتفرج عليه، عاملينه عشان نسجل له مواد. طب كيف بدك تعمل طرب؟ يعني الان في عمليه ربط بدها تكون ما بين الاوبجكت على الستودنت والاوبجكت تاع الكورس. طبعا احنا ما انشاناش كورسز لسه، صح ولا لا؟ خلينا ننشئ امثله لكورسز. تمام. هاي كورس سي واحد، المساقات الموجوده عندنا في نيو كورس. مثلا بروجرامينج 1، هاي مثلا سي اس سي اي 1301 مثلا. تمام. هذه برضه بدها ايش؟ بدها امبورت. تمام. هاي شايفين ايش عمل فوق؟ هاي امبورت وحط ايش؟ كورس. زي ما قلت ممكن احط امبورت واحده واحط نجمه، بدل ما اعمل لكل واحده، بس هو اوتوماتيكلي بيعمل الحاجات هاي. هات نعمل ايش؟ كمان ثلاثة، بدناش نعمل اثنين لتفكروا انه لازم اثنين ستودنت معهم اثنين كورس. طيب هاي بروجرامينج 2، وهاي موبايل 1، هاي 2 وهاي 3 4. تمام. هاي ثلاثة كورسز. هل قد نيجي نقول له مثلا بدنا الطالب الأول يسجل الثلاث مواد هذول؟ تمام. كيف نعملها هذه؟ ايش رايكم؟ ايش كيف نربط ما بين الستودنت والكورس؟ طلع معي. الان نرجع للستودنت. الان ايش الاتريبيوت تاعت الستودنت؟ فيرست نيم ولاست نيم واي دي وكوليدج وديبارتمنت. بدي اضيف من ضمن اتريبيوت الطالب
اتريبيوت جديده اللي هي تبين المساقات اللي هو درس، تبين المساقات اللي هو درس. ايش يعني ايش الان اول حاجه هو هيسجل مساق ولا مساقات؟ مساقات. طيب شوف ايش بدي اسوي، انا بدي اروح اعمل له هيك ايش هذا اللي سويته انا؟ ها اري اري اوف ايش؟ اري اوف كورس، صح ولا لا؟ يعني اري نوعها كورس. الان هذا من ضمن صارت من ضمن خصائص الطالب. خصائص الطالب تشملش بس بياناته الاساسيه النيم والاي دي والتخصص تبعه، بتشمل كمان المساقات اللي سجلها، مش مساق واحد، في مساقات كثير. فانا قلت من ضمن خصائص الطالب هيكون المساقات اللي هو مسجلها. ما دام انا بحكي مساقات مش هبعت اوبجكت واحد، هبعت اري اوف اوبجكت. ولاحظ ان لاول مره نعملها، انه ممكن يكون كلاس انت عاملها تستخدمها كاتريبيوت في كلاس ثاني. الان يعني فعليا شوف كيف الشبكه، لو انا عندي الطالب له خصائص نيم واي دي وديبارتمنت وكوليدج، تمام. الان في عندي مساقات هو مسجلها. طب المساق الواحد له ايش؟ له بيانات كثير، اسم ورقم وعدد ساعات وتخصص. فبروح بجمع بيانات الكورس في ايش؟ في كلاس لحاله، بيانات الكورس الواحد في كلاس وحاله اللي هو الكورس نيم والاي دي وعدد الساعات والديبارتمنت، تمام. الان هذا كله بنشئ منه اوبجكت عشان يكون احد الاتريبيوتس لايش؟ للستودنت. الان هذا الجديد في الموضوع، انه احنا واحد من الكلاسز اللي احنا عملناهم هيكون اتريبيوت في ايش؟ في كلاس ثاني. الان اصلا انت الستودنت تعودت انه انت الاتريبيوت بتاعته سترينج وانتجر وفلوت، مش شرط، ممكن يكون، ما هو هذا اصلا الكورس عباره عن داتا تايب. اي كلاس انت بتعملها كانك عملت ايش؟ داتا تايب جديد. فانا قلت من ضمن خصائص، من ضمن خصائص الستودنت في عندي كورسز اللي هي الداتا تايب تبعها ايش؟ كورس. بس ما خليتوش كورس واحد، خليته ايش؟ اري اوف كورسز. بدون استخدام اوبجكت اورينتد. يعني كيف انت ممكن تربط الطالب بكورس والكورس له بيانات كثير؟ العمليه هتكون ايش؟ معقده، ملخبطه شويه. لا، انت جمعت بيانات الكورس في ايش؟ في كلاس واحده، مش اري يا جماعه، في كلاس واحده. وبعدين قلت انه الطالب له ايش؟ له كورس، بدون ما تحتاج تطلع على تفاصيل الكورس. طيب، والان لان الطالب بياخذ مجموعه مساقات، هذا ايش ماله؟ هذا حطيتها اري، ما حطيتهاش. لو هو بياخذ كورس واحد بعملها زي هيك، لكن لانه بياخذ مجموعه مساقات عملتها بالشكل هذا. الان هذه اتريبيوت جديده، بدها ايش؟ بدها سترز وجيترز، صح ولا لا؟ فبنيجي تعال احنا نكتبهم بايدينا. ايش يعني سترز وجيترز؟ ست للكورسز وجيت للكورسز. بنكتبها بايدينا عشان نتعلم برضه حاجه جديده. احنا متعلمين انه دائما الباراميترز للميثود سترينج انتجر فلوت، اول مره تمر علينا ايش؟ اري. ف هيعمل للفوق كمان، هيعمل انكابسوليت، هيعمل اللي انت مش عامله اللي هو زي الكورس. لا، واللي عامله انا هيعيد، اللي عامله لا مش هيعيد وخلاص، تمام. طيب هرجيت بدنا نعمل ست كورسز public void، صح ولا لا؟ ست كورسز، تمام. المفروض ان امرر له ايش؟ اري عشان يعطيها للاري اللي فوق. هذا اللي فوق لسه قيمتها نل. هل في اري هنا مع معموله؟ لا، هذا مؤشر لاري، تمام. فانا هنا بدي اروح امرر له، طلع هنا ست كورسز كورس، شايف؟ مررت له اري اوف ايش؟ اوف كورسز. ليش؟ عشان ياخذ هذه ويحطها وين؟ ويحطها فوق. ذس دوت كورسز يساوي كورس. شايف انت بتمرر الاري زي ما بتمرر المتغير عادي، وبتاخده بتحطه وين؟ في الكورسز اللي فوق. الان بدنا نعمل ايش؟ زيها جيت public. ايش
المرجع يكون نوعه كورس. ما هي يعني نوعها كورس، ست لكورس وبترجع كورس. تمام، get courses return this dot courses. هذا الست وهذا الجيت. الآن الفكرة يا جماعة مرة تانية، الآن الطالب أنا لما أجي أفكر إله خصائص، إله اسم ورقم وتخصص، وإله كمان مواد، مواد هو مسجلها. المواد بدها تكون من ضمن إيش؟ من ضمن خصائص الطالب. الآن ما فيش عندي داتا تايب اسمه مواد، صح؟ فيش عندي داتا تايب اسمه مادة. في عندي سترينج للفيرست نيم، وفي عندي سترينج لللاست نيم، وسترينج للاي دي. لكن الكورس بكفيه سترينج؟ لا، لأن الكورس بياناته ايش؟ كثيره. طيب فايش عملت؟ رحت عملت كلاس اسمها كورس، حطيت فيها بيانات الكورس كلها. نرجع لموضوعنا يا جماعه، الداتا تايب احد انواع الداتا تايبس بده يكون كورس. الان الكورس انا ما بينفعش اعبر عنه بسترينج، ليش؟ لانه بيانات الكورس متعدده، بيانات الكورس متعدده. فانا رحت الكورس نفسه جمعت بياناته في كلاس، تمام، خلص صار هذا داتا تايب. داتا تايب اسمه ايش؟ كورس. بطلعش على تفاصيل اللي محتاجها، يعني خلص بدك تنشئ كورس، راح انشئ اوبجكت من مين؟ من كورس. الان رحت للستودنت، صار احد الاتريبيوتس اللي ياخذها الستودنت هي ايش؟ اري اوف كورس. وهذه رحت عملت لها ستر وجتر. ممكن كمان نشوف ايش الطالب بنفعش. طيب بنشوف هلقيت مثال تاني، شوف برضو شوف ايش بدي اعمل انا يا جماعة عشان اوسع المثال اكتر. العناوين، الان الطالب له ادرس. طب عنوان الطالب بشمالش فقط عنوان السكن، خلينا نقول جزء من عنوان الطالب، عنوان السكن ورقم التليفون ورقم الجوال والايميل، هذه كلها من ضمن ايش؟ الكونتاكت. تمام، نسميها كونتاكت افضل من ادرس. فالان انا بدي اعمل للطالب كونتاكت. ممكن احنا نفكر بطريقه كالتالي، نروح نقول له انه الطالب له كونتاكت، بنروح نعمل له سترينج ادرس، سترينج موبايل نمبر، سترينج ايميل. تمام، هذه كلها معلومات طالب كونتاكت. بدل هيك ممكن افكر بطريقه افضل، انه هذول كلهم اروح اجمعهم وين؟ في كلاس لحالها، اسميها كونتاكت، ستودنت كونتاكت. تمام، سميتها ستودنت كونتاكت. هذه فيها سترينج ادرس، اكيد لا، سترينج ايميل موبايل نمبر هوم نمبر، وهلقيت يعني صارت ايش؟ فيسبوك بيج مثلا. تمام، هذه كلها بيانات ايش؟ الكونتاكت. ممكن تكون كثيره، ليش انا احط هذا اللخبطه كلها في كلاس الطالب؟ حطها كلها جمعها في ايش؟ في كلاس واحده، واعملها سترز وجترز قبل ما نطلع منها. تمام، ريفاكتورز انكابسوليت فيلدز، اعملهم برايفت يا دكتور. هو لحاله قلت يعملهم برايفت، هاي يعملهم برايفت. تمام، عملنا ستودنت كونتاكت. الان اطلع معايا من ضمن خصائص الطالب، بنقول له برايفت ستودنت كونتاكت، اسمه كونتاكت مثلا. الان هذا متغير اسمه ايش؟ كونتاكت. نوعه ستودنت كونتاكت، بدل سترينج وانتجر وفلوت صار ايش؟ صار ستودنت كونتاكت. وهذه برضو بدها ايش؟ ستر وجتر. بدنا نعملها وين؟ في الكلاس ستودنت، ريفاكتور انكابسوليت فيلدز. هاي سيلكت اول، هاي الكلاس اسمها ستودنت كونتاكت. تمام، الان في الكلاس ستودنت، الان هو هاي جيت كونتاكت ست كورسز، هذه ماشي معي، شيلها. لا هو ليش كررها؟ عشان في غلط هنا.
خلص في كان فيها غلط الاساسيه. طيب سيت كونتاكت جيت كونتاكت، الفكره زي ما اقول لك مره ثانيه انه اي داتا تايب اي كلاس انت بتعملها ممكن تستخدمها كاتريبيوت في كلاس ثاني. طبعا لسه احنا ما استفدناش من هذا الكلام، احنا عرفنا الكلاس ستودنت. لاحظ الكلاس ستودنت صار فيها الان كم داتا تايب، بيستخدم كورسز وبيستخدم ستودنت كونتاكت بالاضافه للسترينج العاديه. طب الحين انا لما حطيت الكاتريبيوت في كلاس ثاني، الاسم تبع الكلاس هذا مثلا ستودنت اركام كونتاكت، الحين كل المعلومات اللي في الكلاس ستودنت اركام موجوده في الاتريبيوت هذا؟ بالضبط موجوده في الكونتاكت هذا. الان خلينا عشان تفهمها خلينا نكمل المثال الاخر. الان انا رجعت وين؟ على المين ميثود. تمام، الان هذه عملت اوبجكت للطالب ستودنت واحد، بدنا نقول انه الطالب الواحد طلع معايا، بدنا نخزن الكونتاكت تبعه. فبروح بعمل اوبجكت من مين؟ من ستودنت كونتاكت، سميه سي واحد، مش سي واحد، سي واحد يساوي نيو ستودنت كونتاكت. ايش هذا؟ اوبجكت فاضي. تمام، بده ايش؟ بده امبورت. تمام، طيب الاسي واحد ايش في بيانات؟ بس لسه ما عبيناش في حاجه، صح؟ بتقول اسي واحد وبتستخدم ست. ست ايش؟ ست ادرس مثلا غازا ستريب نصر ستريت مثلا. اسي واحد دوت ست ايميل. اسي واحد دوت ست هوم نمبر، مش شرط كل حاجة نحطها. تمام، بكفي. هذا ايش؟ هذا بيانات للاتصال مع مين؟ مع واحد من الطلب. الان هذا احنا ربطناه في طالب، لسه احنا انشأنا الستودنت كونتاكت. شوف هلقيت ايش بدي اسوي، بدي اروح لاس واحد. تمام، بدي اروح لاس واحد واقول له ست كونتاكت. شايفينها؟ شايفين هذا الميثود ايش بتاخد؟ بتاخد ستودنت كونتاكت. هذا الميثود ست كونتاكت بتاخد ايش؟ ستودنت كونتاكت. همرر له مين؟ السي واحد. يعني اطلع انا انشأت طالب هنا، انشأت اوبجكت من ستودنت كونتاكت، وخليت الستودنت كونتاكت اللي انشأته كاتريبيوت لمين؟ لاس واحد عن طريق ست كونتاكت. شفت كيف الربط بينهم؟ الان شوف ايش بدي تاني. رحت عملت اوبجكت تاني من مين؟ من ستودنت كونتاكت لمين؟ للطالب الثاني. تمام، هذا خلينا نقول هاي رفح. تمام، وحط. طيب هذا الستودنت كونتاكت الثاني، هذا لمين هيكون؟ نعطيه للطالب الثاني. تمام، يعني انا لحد طلع معي، مش في انا عندي تو كلاسز، هذا كورس وفي عندي هنا ايش؟ ستودنت كونتاكت. بدي افرجيك انا العمليه اللي تمت، وهذه فيها هنا ادرس وفيها فون. تمام، وايميل ومش عارف حاجات تانية. تمام، الان احنا انشانا اوبجكت من مين؟ من ستودنت. هاي الاوبجكت الدائره. تمام، اعطيناه بيانات اللي هي مين؟ احمد وعلي. تمام، واعطيناه اي دي. تمام، هذول مالهم؟ الديبارتمنت والكولج والكورس لسه ايش؟ نل نل نل، صح ولا لا يا جماعة؟ هذا شكل الأوبجكت. الأوبجكت اللي ستودنت اللي احنا انشأناه أعطينا له نيم وآي دي، فيرست نيم ولاست نيم، صح؟ وآي دي، بس هذول مالهم؟ لسه قيمهم نل. وفي عندي برضه في الستودنت اللي هي الكونتاكت، صح ولا لا يا جماعة؟ مش هذا خصائص الستودنت اللي احنا عملناها؟ ركزوا معانا يا جماعة، أنا عارف الموضوع بتوه لأنه نضل نتنقل من كلاس لكلاس. هاي الكلاس، هاي الاتريبيوتس، فيها فيرست نيم لاست نيم اي دي ديبارتمنت كوليدج، وفيها كمان ايش؟ كورسز، وفيها كونتاكت. هيهم هذول البيانات اللي في السطر الاول، وهي الكورسز، وهذه ايش؟ كونتاكت. هذول بالكونستراكتور احنا دخلنا الفيرست نيم واللاست نيم والاي دي، لكن الديبارتمنت والكوليدج والكورس والكونتاكت قيمهم لسه ايش؟ نل. هيك شكل الاوبجكت اللي انا انشاته في الذاكره، وليكن مثلا اس واحد.
تمام. بعدين اس واحد سبناه رحنا عملنا اوبجكت من مين؟ من ستودنت كونتاكت. تمام. اعطينا له ايش في المين ميثود؟ حطينا له الادرس اخذ قيمه جازا مش عارف ايش. تمام. اعطينا له فون نمبر. تمام. واعطينا له ايش الايميل. تمام. في امور تانية لسه ما قمتها اللي هي زي مثلا ايش الفون الموبايل فون مثلا لسه قيمته لا. المهم هذول التو اوبجكتس لسه مفصولين عن بعض صح ولا لا؟ الان احد خصائص الستودنت لازم في طريقه انك تربطهم، يا بتشبك هذا مع هذا يا بتشبك هذا مع هذا. يعني انا اخترت انه انا بدي من الطالب يكون احد خصائصه مين؟ الكونتاكت. اللي هي فعليا هذه مش حاجه واحده، كبشه حاجات، بس انا بشوفها ايش؟ انها حاجه واحده. فروحت لهذا الستودنت اس واحد وقلت له ست كونتاكت وبعثت له اسي واحد. السي واحد هذا المؤشر اللي بأشر على مين؟ على هذا. عنوان الذاكرة هذا حطيناه وين؟ بدل النل هذه. صار هنا ايش فيه؟ السي واحد. فصار انه هذا الاوبجكت مربوط في مين؟ الاوبجكت هذا شايفين فيه هيو بأشر عليه. يعني كل المعلومات انحطت في مؤشر للمعلومات موجود هنا. تمام؟ بس الفكرة انه في ربط ايش؟ ربط بينهم. تمام؟ وهذا اللي انا سويته وعملت اوبجكت من هذا وربطت هذا في هذا. طيب خلينا نكمل. حدا فهم حاجه يا جماعه؟ طبعا. طيب عملت اوبجكت ثاني اسمه ستودنت كونتاكت 2. هل هذا الاوبجكت ربطته في اي طالب؟ لا. عشان اقدر اربطه انه انا في الكلاس ستودنت اصلا عملت اتريبيوت اسمها ستودنت كونتاكت، هذا عشان انا اعطيها قيمه الاوبجكت الان عشان يربطهم في بعض. فالان رجعت للابلكيشن، الان انا عندي اس 2 وبقول له ست كونتاكت. تمام. اس 2 هيك انا اعطيت الكونتاكت الثاني للطالب الثاني والكونتاكت الاول للطالب الاول. الان لو انا قلت لك مثال بسيط انه انا بدي اطبع اسماء الطلاب والكونتاكت ديتيلز تاعتها كلهم، تمام، اول حاجه انت بتحط ايش؟ لان البيانات انت لو جبت بيانات الطلبه جبت الكونتاكت ديتيلز، ليش؟ لانه موجودين جواها. الان ستودنتس ايش هذا انا عملت هنا؟ حطيت بيانات الطلبه كلهم في اري واحده، وبعدين قلت له لكل ستودنت اي موجود في ستودنتس اطبع لي. شوف هلقيت، انتبه معايا، سيستم دوت اوت دوت برنتلين ايش بدي اقول له؟ اي دوت جيت فيرست نيم مثلا، هذا طبع لي اسم الطالب الاول صح ولا لا؟ وبعدين قول له كمان اي دوت جيت لاست نيم. مش احنا حطيناها مصفوفه؟ ايش هي؟ مش احنا هذول كلهم حطيناها في مصفوف المعلومات ولا لا؟ لا احنا ما حطيناش في مصفوفات. احنا بنعمل اوبجكت، عملنا اوبجكت من ستودنت اوبجكت الاول والثاني، وعملنا اوبجكت كورسز، وعملنا الكورسز لسه ما استخدمناهمش، ها بدي اشيلهم هلقيت. تمام. استخدمنا ستودنتس وكونتاكت ديتيلز. تمام. وربطنا كل كونتاكت في مين؟ في طالب. هي لمنا ما جبناش سيره اريز بالمره، حطينا الستودنتس لحالهم في اري عشان نعمل لوب عليهم. كل طالب طبعت له الفيرست نيم واللاست نيم. طب هلقيت بالضبط على الكونتاكت ديتيلز، بينفع تقول له سيستم دوت اوت دوت برنتلين اي دوت جيت كونتاكت؟ بينفع اعمل له هيك جيت كونتاكت؟ بينفع من ضمن الاتربيوت تاعك. تمام، هو من ضمن الاتربيوت، بس بينفع اطبع جيت كونتاكت؟ لا. طب سؤال الجيت كونتاكت عباره عن ايش؟ هو كلاس، عباره عن كلاس. الجيت كونتاكت عباره عن اوبجكت. تمام. الجيت كنت انت الان لما تطبع اس واحد بتطلع عنوانه؟ بتطلع لك عنوانه. الجيت كونتاكت مش سترينج ولا انتجر ولا فلوت، هو عباره عن ايش؟ عباره عن مؤشر. تمام. فالصح عشان تقدر تطبعه انك تعمل مؤشر اسمه ستودنت كونتاكت مثلا اسمه تيمب، وتروح للاي وتقول له جيت كونتاكت. الكونتاكت جبناه كله حطيناه وين؟
في التمب. ليش؟ لا، عشان تقول له سيستم دوت اوت دوت برنتلين روح للتمب دوت تمام جيت ادرس. انت بدك تخش جواه بالظبط، انت بتجيب الكونتاكت كله وبعدين بتدخل جواه تمام، ومنه برضه هلقيت بتروح ايش تعمل، اطبع لي التمب دوت جيت جيت ايميل بنفع الكونتاكت نفسه انا ما بقدرش اطبعه، بتجيبه هو كله وبتخش جواه عشان تطبع اللي فيه. او انا ممكن اعملها بدون ما احطه في تمب، ممكن نعملها مباشره. شوف ايش بدي اسوي، هذه ممكن نختصرها كالتالي: سيستم دوت اوت دوت برنتلين اي دوت جيت كونتاكت، لا مش جيت كلاس، جيت كونتاكت. قلنا هذه غلط، اقول له جيت كونتاكت لحالها، من جيت كونتاكت اعمل دوت ثانيه هيجيب لك ايش جيت ادرس. يعني روح للستودنت هات منه الكونتاكت ومنه جيب مين، جيب الادرس. زي حكايه السلاشات في الاتش تي ام ال، تمام. يعني عشان تصل لليفل تحت، يعني جيب الكونتاكت وجيب منه الادرس، وممكن تكرر نفس العمليه. جيب الكونتاكت، يعني هذا بدل الاوبجكت اللي عملناه. جيب الايميل تمام، هذه مباشره انه انا هو هنا دربك، احنا ما عملناش اوبجكت، عملنا ريفرنس. احنا بنأكد على حاجه يا جماعه، الاوبجكت بنعملش الا لما تعمل نيو تمام. هنا احنا الجيت كونتاكت اخذناه حطينا منه مؤشر ثاني، مين هو التمب. ملاحظه مهمه عشان انتم بطلع، انا عارف انه شبكت معاكم القصه، هل قاعد تطلع معايا؟ لما اعمل ستودنت اس واحد يساوي نيو ستودنت، هذا ايش؟ هذا اوبجكت تمام. طلع معايا ستودنت تمب يساوي اس واحد، هذا اوبجكت ثاني. هذا البرنامج كم اوبجكت فيه؟ اوبجكت واحد. تمام، هذا خلينا مؤشر ثاني عليه الان. هذا شرط، بدل ما انا اعمل جيت وجيت، يعني عشان ما بتلخبطوش، اخذنا من الجيت كونتاكت مؤشر عملناه مين؟ تمب، عشان اقول له تمب دوت جيت ادرس جيت ايميل. هذه زي مين؟ زي اللي فوق هذه تمام؟ استخدم الطريقه هذه او هذه، الاثنين زي بعض. اذا انت فاهم المحاضرات الماضيه هتلاقي هذه مفهومه. الان لو عملت رن، لحظه هو هنا هيعمل رن، هي ال هاي الستودنت بروجكت، تعال رن فايل. طيب هاي كمان، هاي طبع عليه احمد علي، وهي عنوانه وهي ايميله تمام، وبعدين علي احمد وهي عنوانه وهي هاي ايميله. هذا المثال جماعة مهم جدا عشان تتعلم الربط. تعالوا على السريع، لسه احنا ما ايوه في مصفوفة حطيناها جوا، لسه ما استخدمناهاش. في مصفوفة عملناها اللي هي مين؟ للكورسز. احنا دربارك اعطنا له الكونتاكت بس ما اعطناهوش ايش؟ كورسز. كيف نعطي له كورسز؟ نرجع للمين تمام؟ طلع معايا، هلقيت كل طالب احنا عملناه فوق، هاي الطلاب الان، وفي اوبجكتس بمثله الكورسز. نقعد لسه بنعمل كورسز من اول وجديد. سي واحد بروجرامينج واحد طيب، هذا اوبجكت للكورس الاول، وهي الثاني والثالث، هي 2 وهي 3 تمام. طيب لحتى الان الكورسز مش مربوطه في الطلب، بدي اروح للطالب الاول واعطي له مجموعه كورسز تمام. ايش استخدمت انا؟ اي ميثود بدي استخدم؟ يعني احنا بنعرف انه من ضمن اتريبيوت الطالب في عندي اري اوف كورسز، مش كورس واحد. وهذه لها ايش؟ ست وجيت ميثود. الست ميثود ايش بتاخذ؟ اري اوف كورسز، يعني هو بدوش كورس، بده اري اوف كورسز. يعني بدي اروح ل لو معاه كورس واحد، ما هو الاصل لو معاه حط الكورس الواحد في الاري. المهم الاري لازم اللي تبعته يكون ايش؟ اري، يكون فيها فاضية واحد اثنين، فيش مشكلة تمام. طيب
يبقى انا قبل ما اقول له set courses بدي اروح اعمل array بدي اسميها S1 courses. ايش يعني array S1 courses؟ زي كأني بقول مساقات الطالب الاول، هحط فيها مثلا الطالب الاول ايش بدي اسجل، بدي اخليه يسجل C1 وC3 تمام، C1 وC3 حطيتهم في array اسمها S1 courses. وبعدين ايش الخطوة اللي بعد هيك؟ S1 اقول له set courses واحط له S1 courses. هيك الاري اوف كورسز هذا انعطت لمين؟ للطالب الاول تمام. هذا فاهم حاجه يا جماعه؟ اه طيب. الان الطالب الثاني بدنا نسجل له ثلاث مواد، C1 وC2 وC3. عملنا اري ثانيه ايش سميناها؟ S2 courses. بروح ل S2 وبقول له set courses تمام، وبعطي له ايش؟ S2 courses. لان بقى هنا احنا انشانا الري للكورسز واعطيناها لمين؟ للطالب. الان جيت قلت لك انا بدي اطبع دراسه اكاديميه عن الطالب، الدراسه الاكاديميه هذه عقده. ليش؟ لانه فيها الطالب وممكن يكون فيها ايميله وعنوانه تمام؟ ومعلوماته كلها، وفيها اسماء المواد اللي هو مسجلها تمام؟ وعلاماته في المواد اللي هو لسه العلامات هذه قصه ثانيه ما تكلمناش عنها، تمام؟ كل ماده اسمها ورقمها. كيف بدك تطبع هذه؟ الان بدون اوبجكت اورينتد هتضيع في بحر من المعلومات، لكن هيك انت فقط بلزمك اعمل لوب على مين؟ على الاري تاعت مين؟ تاعت الطالبين بس تمام. اطبع الجيت فيرست نيم والجيت لاست نيم، وبعدين جبنا الكونتاكت اللي هو اصلا عباره عن اوبجكت، فعشان هيك جبنا مؤشر منه وخشينا جوا بعدين تمام. ونفس الحاجه شوف هذا ايش بدي اسوي انا، روح للطالب اللي هو ايه، مش هو ايه، مش انا بعمل لوب على مين؟ على ايه هنا؟ هيها ايه؟ روح للايه هذا وقول له جيت كورسز. شايفين جيت كورسز؟ في ميثود اسمه ايش بترجع؟ اري اوف كورسز. احنا دائما تعلمنا انه لما تلاقي الميثود بترجع حاجه بدك تعمل متغير ياخذ فيه الحاجات اللي بترجع الميثود، فبتروح تعمل هنا ايش؟ متغير من نوع اري برضه تمام، بنسميه مثلا كورسز. هذول المواد اللي مين مسجلهم الطالب؟ الطالب ايه تمام. هاي اجت وين؟ الري تانية هنا. هل لقيت هذا عشان اطبعها بدها فور لوب، بدنا نعمل فور لوب جوا الفور لوب اللي برا تمام. لكل كورس سي موجود في كورسز تمام، اطبع سيستم دوت اوت دوت برينتلين سي دوت جيت نيم، واطبع لي كمان ايش؟ سي دوت جيت اي دي. هذا اللوب لمين يا جماعه؟ للكورسز اللي مسجلها الطالب. شوف كيف الشبكه. خلينا نرتب الشغل، انه هذا مثلا اسم الطالب صح؟ هنا نطبع مسج نقول له مثلا هنا كونتاكت ديتيلز عشان يعني يبين ان هذول بيانات الكونتاكت تمام. وتحتها نطبع سيستم دوت اوت دوت برينتلين تمام كورس ريجسترد كورسز. وتعال اعمل فور لوب رن تمام. هلقيت هاي الطالب الاول احمد علي، هاي الكونتاكت ديتيلز تمام، وهي ايش؟ هاي ريجستر سكور مسجل مادتين صح، وهي الطالب الثاني علي احمد، وهي الكونتاكت ديتيلز تمام، وهي ايش؟ ريجستر كورسز. محاضره اليوم يا جماعه مهمه جدا تمام، لان فعليا هي بينت لك الربط بين كل كلاسز. اذا ما كنتش حوت ومتمكن جدا من اللي اخذناه قبل على الفاضي، يعني اي يعني انا عارف انه في نقاط انت لسه مش مستوعبها كويس. ليش؟ لانك ما جربتش تكتب كود على اللي قبل وتعمل كلاسز وتشتغل. يعني انا الان بدي احط لك واجب على شابتر 6 وانت لسه جواجب شابتر 5 ما حلتوش. واحنا بنعيد وبنزيد بنقول البرمجه اهم ماده معك، انت من غير البرمجه ولا حاجه. الموضوع صح، انا معك انه ممكن يكون صعب حاليا، وانا اول ما تعلمته لقيت في صعوبه برضه، لكن شوي شوي مع التدريب
حتى تستوعب. ما هو لازم كيف تمارس؟ تروح تنام؟ لا، بدك تروح على البيت. نفس المثال اللي اعطيتك اياه روح جربه. اعمل ستودنت وكورس وجرب، كمل اعمل تيتشر مثلا وحاول فكر كيف تربط بينهم. برنامج بنك، عندك كلاس للحساب تاع البنك وكلاس للعميل تاع البنك وكلاس للموظف، تمام؟ بدك بدك تربط بينهم. بدك تعمل سوبر ماركت، تمام؟ كلاس للبرودكت، تمام؟ كلاس مثلا للموردين، تمام؟ وتجار، كلاس مثلا للعمال، تمام؟ وتشوف كيف تربط بينهم. ففي كل التطبيقات لازم يكون في ربط بين اجزاء الكلاس، مش معمول انه كل كلاس تعيش لحالها، تمام؟ في بطريقه او باخرى ربط ما بين الكلاس زي ما انت شفت. يعني انا عندي هنا عملت كم كلاس؟ ثلاثه، الكونتاكت والستودنت والكورس. الان الستودنت نفسه له كونتاكت وله كورسز، فمن ضمن الاتريبيوت تاعت الستودنت كان في اتريبيوت من نوع كورس واتريبيوت من نوع ستودنت كونتاكت. هذول ايش بيفرقوا عن اللي كنا نعملهم زمان سترينج وانتجر وفلوت؟ انه هذا داتا تايب انا عملته، تمام، وصرت استخدمه كاتريبيوت. وضحت يا جماعه هذا الفكره؟ الكلاس بينفع استخدمه كزي السترينج وحاجات، ما هي استخدمنا هاي الكونتاكت والكورس استخدمناه زي ما بنستخدم مين السترينج. بس الفرق الوحيد انه انت هذا بتقدرش تطبعه، صح؟ بدك تجيبه وتستخدم الميثودز الست الجت اللي جوا عشان تطبع اللي فيه. وضح يا جماعه ايش الفرق بينه وبين السترينج والانتجر والفلوت؟ انه هذا انت بتقدرش تطبعه، انت بتجيبه وبتستخدم الجيت ميثودز عشان تطبع اللي فيه، تمام؟ طبعا المحاضره هذه هي كانت اخر محاضره معنا في الفصل هذا، وان شاء الله هنلتقي فيكم في مساق برمجه 2 عشان نكمل في موضوع الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ومواضيع اخرى متقدمه. ويعطيكم العافيه ونلتقيكم العام القادم ان شاء الله الفصل القادم.